مساء الخير. أهلين محمد. أهلين. شو بدك تغني لنا محمد؟ هغني مغرم، هي أغنية رومانسية عتاب، يعني فيها رومانسية وشوية عتاب كده. بس رح يكون في مشكلة صغيرة، أنت في 3-4 آلاف شخص عم يحضروك يعني وناطرينك، بس المشكلة إنه الحفلة بالشتاء يعني الحرارة صفر، وبالغلط هيدا اللي فوقك اي سي وضاربك وما عم يطفي معهم، يعني مدنق، تعرفش يعني هيك يعني برد أنت، يمكن الحرارة عندك نفس الإحساس دلوقتي، يعني الحرارة عندك تحت الصفر رجفين، بس ما بده يأثر هالشي على الصوت، وبدنا نبين قوية ومش قادر تطلع من تحت الضوء، واقف تحته يعني، عرفت؟ يلا. يا لا لا ويا لا لا يا ليلي يا عيني ليلي ليلي يا عيني يا لي مغرم مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصابري فهو يا دليل ليلي ليلي ليل ورا ليل ولا دقت النوم شوق وغرام لا عتاب ولا لوم داري أنا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا لالا ويا لالا يا ليل يا عين ليلي ليلي يا عيني يا ليل انت اللي حبيته وانت اللي هويته من بين الناس وانا قلت خلاص وانت بتهواني وفي يوم تنساني صعب انا انساك وانا روحي معاك واهي يا زمان يا زماني من العين والليل يا زمان يا زماني من العين والليل الصبر جميل قالوا في المواويل والقلب يا دوب يا دوب الليل يا شو ده الصبر صباح قادر تنساني طيب انساني صعب انا انساك وانا روحي معاك وافضل انا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين ليلي ليلي يا عيني يا ليل مرسي مرسي شكرا أنا أصلا متلج اليوم بالإيفال تبع محمد ما حسيت كتير بإحساس الغنية يعني ما بعرف بس في شيء ما وصل لي بفتكر كان ملبك شو بده يعمل بالدور يلي لازم يلعبه بالغنية وما عارف إذا لازم يصغر صوته لأن لازم يكون بردان أو لا بفتكر هذا اللي ضيعه بس أول نص تقريبا ما كان في نيوانس أبدا كان عم بغني بطريقة كتير مونوتون يمكن مشان هيك في شيء ما وصل لي لأن أنا بالنسبة لي كلام هيك غنية لازم يتأدى بطريقة أحلى ولكن الصوت كان حلو تجويفه تامبرو هيدا هو في محلات آخر الكلمات آخر الجمل هيك الأحرف كانت منشالة كأنه ما عم يلفظها مظبوط وبأول بارت كمان هيك في محلات كتير صغيرة زاح عن النوت الغنى كان حلو بس أنا في هيك في إيموشنز ما قطعت بهيدا الإيفال محمد عباس صوت حنون بس في عنده دفو كبير بيرجع راسه لورا وصوته بعده جوا بعد ما ظهر كليا لبرا ان شاء الله الفرصه تساعده
بهالشهر إذا ضل معنا ساعتها الصوت بيظهر كله لبرا، نتفاجأ كلنا لأنه بعد عم بيعطينا الربع مش النص. شك إنه حنون كتير، صوت حنون كتير، وهيدا هيدا شيء مطلوب يعني. هذا يعني هيدا الصوت بيوصل كتير للناس. إذا منلاحظ إنه أغلبية النجوم يلي بيصطعوا بسرعة هن هالنوع من الأصوات، هالنوع من الأغاني. طبعا بعد بده كتير لحتى هالحنية تكون عندها باور أكتر بالصوت، يعني الصوت يكون مش لأنه حنون يصير صغير ما يعود يوصل، يعني لازم يكون عنده أكتر، يطلعوا لبرا أكتر. بس شكله حلو وعنده إحساس حلو، حاول كان بيقدر بالإكزرسيس اللي أنا أعطيته إياه، الاختبار أحلى اختبار، لأنه كان بيقدر يتفاعل بجسمه وكأنه بالغنية، يعني كأنه عم يعمل هيك بالغنية أنه هو بردان. حاول بإيديه حطهم ورا ظهره لأنه كان خايف ما بين هون وهون، معلش هيدا يعني هيدا اختبار صعب منه هين. بس عن جد إذا بتشتغلوا على هيدا الصوت وعلى هالحنية وعلى هالشخص بفتكر بيعمل شيء حلو. بالنسبة لمحمد، إذا بدي أقارن مروره اليوم بالنسبة للإيفال الماضي، في فشخة كبيرة انعملت. أنا هداك الأسبوع شفت شخص مسكر عيونه، مسكر على حاله وعم بغني لحاله. اليوم لا، بلش يفتح، في إحساس عالي كتير، لازم يعرف يمرقه بطريقة أفضل. عنده مشكلة نفس، حسيت هيك، ما بعرف إذا حسيت هيك شوي انقطع نفسي أنا وعم بسمعه. كان بيقدر يستغل هيدا الشيء بالسقعة بالبرد، يعني بالظرف يلي انعطى، وكان بيقدر يدفي حاله أكتر لأنه الغنية تحمل أنه يعني غنية حب ومغرم، يعني هو بيكون بيقدر يغني انه هو بحاجة للدفء وللغرام وللحنان. بس بدي اقول شغلة كتير مهمة، محمد عباس اذا الواحد بيشوف شكله مع الحنية الموجودة بصوته هو مشروع نجم. اليوم هيدا الصبي عم ببلش شوي شوي يتحسن، لازم نشتغل لأنه الوقت كتير قليل بستار أكاديمي. بفتكر لازم يضاعف جهوده ونحن نشتغل عليه أكتر ل يعني هالتحسن يصير بطريقة أسرع، لأنه فعلا مشروع نجم. أنا بحب صوت محمد وإحساسه لأنه فعلا هو عنده إحساس ناضج بالمغنى. أكيد ما بحبه كتير هو أنه دايماً بيغنى بنفس الباور، بس ولكن اليوم حسيناه حاول بمطارح بالأغنية أنه يفرجينا قوة أكتر بصوته. ما بعرف إذا استخدم هيدا يعني الهدوء بالأداء أو الصوت الواطي كرمال يفرجينا أنه هو بردان أو مسقع أو مش قادر مزبوط يطلع صوته، ولكن صوت حلو، إحساس حلو، وفي هدوء بالمغنى، وهيدا شيء كتير كمان مميز. أنا بحب صوت محمد وإحساسه لأنه فعلاً هو عنده إحساس ناضج بالمغنى. أكيد ما بحبه كتير هو أنه دايماً بيغنى بنفس الباور، بس ولكن اليوم حسيناه حاول بمطارح بالأغنية أنه يفرجينا قوة أكتر بصوته. ما بعرف إذا استخدم هيدا يعني الهدوء بالأداء أو الصوت الواطي كرمال يفرجينا أنه هو بردان أو مسقع أو مش قادر مزبوط يطلع صوته، ولكن صوت حلو، إحساس حلو، وفي هدوء بالمغنى، وهيدا شيء كتير كمان مميز.